طبعا يعني الكثير والكثير من الفعاليات مثل ما ذكرنا اللي بإمكانكم أنكم تشوفونها وتتابعونها اليوم، ولكن الحين راح تكون عندنا وقفة مختلفة يا أميرة. صحيح عبد الله، وقفة مختلفة من قلب إكسبو 2020 دبي، هذا الحدث العالمي إذ يشكل نجاح أي فعالية أو معرض أو مؤتمر مقياس حقيقي للقدرة على التنظيم وإدارة المحتوى وما يرافقه من دعاية وترويج لهذا الحدث. وبالتأكيد يقف وراء النجاح منظمون وأصحاب شركات قادرين على التخطيط ووضع الأجندة وفرق عمل لازم تمتلك خبرات علشان تقدر تصل إلى أهدافها من الفعاليات المحددة. صحيح، ولأننا نحن نعيش اليوم أجواء الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، نلتقي أحد المنظمين للجناح الباكستاني وغيره من الأجنحة واللي استطاع بإدارته للفعاليات من الوصول إلى الجمهور وأيضا رفع عدد الزوار. لمزيد من التفاصيل نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد تيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انتراج. يا هلا ومرحبا. صباح الخير، يعطيك العافية، منورين. من نورك، الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ تمام، شو الأخبار؟ اللهم لك الحمد. كيف الإكسبو وفعاليات الإكسبو حواليكم؟ نحن نسأل. والله ما شاء الله، بالنسبة لنا ممتاز جدا. بالنسبة لك كيف؟ ممتاز جدا، وصراحة يعني أولا صباح الخير وشكرا على الاستضافة. وصراحة يعني الإكسبو أبهر العالم، حفل افتتاح كان مميز جدا، بالإضافة لذلك كل يوم فعاليات أجندات مميزة، الأجنحة الدول عم تتسابق وتنافس مين أحسن جناح ومين أكثر فعاليات ومين أكثر تنظيم، بالإضافة للكومون أرياز والمناطق اللي إدارة إكسبو أبدعت في وضعها مع بعض وعم بتوصل العالم للعالم من العالم. نعم. فدبي هي مدينة العالم، الإمارات مدينة العالم بامتياز. نعم. وطبعا ما يبعد عنك أنت الكلام أيضا، مكانك وشغلك اللي تتقدمه له جزء أيضا شوي بنحاول. من اللي ذكرته. بنحاول جاهدين. الله يسلمك. بكل تأكيد، بالفعل أجندة من الإبهار يوميا في إكسبو، الحدث الأروع في العالم. وقطاع الفعاليات بشكل عام في دولة الإمارات دائما فيه مليء وزاخر بالكثير من الفعاليات المتنوعة. صحيح. لو تحدثنا عن هذا القطاع في دولة الإمارات، المعارض بشكل عام هنا، والدعم اللي تقدمه الدولة لنوعية مختلفة وستاندرد دائما يكون عالي في الفعاليات التي تقام على أرض دولتنا. ستي الإمارات يعني من دائما بكل شيء هي السباقة وهي الأولى، يعني قطاع الفعاليات يمكن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أوائل الدول على مستوى المنطقة إذا مش على مستوى العالم اللي انتبهت لأهمية قطاع الفعاليات وصناعة المعارض والمؤتمرات في رفض الاقتصاد أولا، وثانيا في جلب السياحة وجلب العالم إلى 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 إمارة دبي أو إلى إمارات الدولة بشكل عام. عم بنشوف من أيام أول جايتكس، أول مبلش إذا بترجعي بالتاريخ 2002-2003، بعدين بلش المعارض تزدهر، شفنا مؤتمرات، قمة العالمية للحكومات، قمة المعرفة، القمة الاقتصادية، قمة الإسلامية، عدد من المؤتمرات اللي صارت على مدار لغاية ما تكللت باستضافة الدولة، السياحة، قطاع الصحة وغيرها، الكثير والكثير من كل القطاعات اللي صارت مهتمة، عم بتصب بنفس 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 المكان، وهو بالتالي نتيجة بؤرة مجهود كتير كبير. نعم. من حكومة الدولة أكيد، ومن أصحاب السمو الشيوخ ورؤيتهم لوضع الإمارات على الخارطة العالمية في كل شيء. والفعاليات هي يمكن أول أو أكبر آرمة إذا بدك، أو أكبر ساين بورد بتورجي العالم قديش نحن كدولة مهتمين في جلب العالم يجي يحكوا بموضوع السياحة أو يجي يحكوا بموضوع التكنولوجيا. نعم. أو يحكوا بموضوع الاستثمار. صحيح. وبالتالي عدد من المعارض والمؤتمرات عم تنحط، تكللت بالقمة العالمية للحكومات ب 2014، ونحن اليوم عم نشهد أهم حدث عم بيصير على مستوى العالم، عم بيجيب العالم للإمارات ولدبي بالتحديد، هو دبي إكسبو 2020. نعم. صحيح صحيح، يعني مثل ما تفضلت هناك يعني الكثير من الاهتمام اللي فعلا بدينا نلاحظه، مجرد ما أنك أنت تستذكر اللي صار واللي مضى راح تستوعب مدى طبعًا. حجم هذا القطاع والاهتمام فيه. طبعًا. في بداية حديثنا والتعريف عنك أخوي محمد، ذكرنا بأن صار في إدارة من قبل انتراج للجناح الباكستاني. صحيح. فحدثنا عن دورك اللي قمت فيه في هذا الجناح، وأيضا النتيجة وكيف صار تفاعل الجمهور مع اللي قدمته. سيدي احنا بانتراج هلا نحن يعني سريعا بنبذ عن الشركة بدون ما نعمل دعاية قدر المستطاع. نحن كشركة بنضع مع بعض خطة استراتيجية لإنجاح أي علامة تجارية أو إنجاح فعالية. جميل. بالنسبة لنا أي فعالية هي عبارة عن إيصال رسالة من وراء بتهدف من وراءها المنظم أنه يوصلها. فبالتالي أول هدف كان بالنسبة لنا أنه نضع أجندة مميزة لجناح الباكستاني من خلاله نضمن حضور
من خلال نضمن تفاعل. مش بس مجرد اني انا بحط ايفنت او بعمل ايفنت او بجيب حدا يسوي دانسينج. الفكره انه انا عم بحط اجنده تكون فيها كونتنت مميز افيد فيه الجمهور، اقدر اخلي الجمهور لما يجي يتفاعل مع الجناح، وبالتالي اقدر اوصل الرسائل اللي بدي اياها من خلال الجناح. كنا من اوائل من التوب 5 اجنحه على الاكسبو باول 15 يوم 100,000 زائر، وهذا رقم صراحه يعني مميز جدا. اولا، ثانيا نتيجه جهد كبير من فريق العمل سواء من الكلاينت سايد او من الايجنسي سايد، على اساس انه يقدر يخلي 100,000 بني ادم يقدر يدخل على الجناح باقل من 15 يوم، كلهم يتفاعلوا مع الجناح مش بس يفوتوا ويطلعوا. الجيرني اللي انت بتشوفها بجناح باكستان ما انبنت من وراء بس مجرد انه احنا عم بنحط فيديو كونتنت، بنينا ست زونز جوا الجناح، كل زون عم تحكي عم تخبر قصة، فبالتالي الزائر لما يجي عم بيشوف هاي القصة وعم بيستمتع بزيارة هذا الجناح، وبدخل بالبافليون كامل وبتروي له قصة الباكستان كدولة كحضارة كجمهورية كحضارة عريقة. هلا نحن كان دورنا بناء المحتوى اولا، بالاضافه الى ذلك اداره الجناح نفسه، نعم. بالاضافه الى عمل فعاليات مصاحبه لاستقطاب الاستثمارات سياحيه علاجيه زي ما حضرتك حكيت، عدد من الاندستريز اللي احنا عم بنحاول تو هايلايت من خلال الجناح الباكستاني، مؤتمرات خارج الجناح او داخل او خارج الاكسبو، ومؤتمرات يوميه وايفنتات وفعاليات يوميه داخل الجناح. نعم، يعني هناك لازم نشوف الصوره كامله وكل الامور المتعلقه بالجناح كيف نقدر نجذب من خلالها الزوار. تحدث عن نقطه مهمه وهي صناعه المحتوى. أكيد. صناعه المحتوى لها عنصر مهم وقد يكون الاساسي في جذب الجمهور لاي فعاليه او اي حدث او اي منتج يتم التسويق له. كيف اخذتوا بالاعتبار هذه النقطه وشو الامور اللي سويتوها لصناعه محتوى جاذب؟ صناعه المحتوى هو الاساس في كل شيء. نعم. انت اليوم لما تعملي مؤتمر او لما تعملي بالبافليون او لما تعمل اي شيء، من زمان واحنا بنحكي بموضوع صناعه المحتوى، ولكن الانفلونسرز هلا طلعوا وصاروا عم بيحكوا عن المحتوى، فبالتالي كلمه صناعه المحتوى صارت ترمينولوجي وارده ودارجه بالدنيا، ولكن هي صناعه المحتوى هي اساس انجاح اي فعاليه. لانه انت اليوم لما تكتبني مؤتمر ما زالت حتى مع المؤثرين اكيد هم أستاذ بس محمد. بس لانه صار ولكن تطبيقها ربما ما يكون بنفس الجوده. اللي عم بحاول اقوله انه هن صاروا يستخدموا مصطلح صناعه المحتوى، فبالتالي الناس صارت تنتبه لكلمه صناعه المحتوى، ولكن صناعه المحتوى هي من اساس شغلنا بالتسويق من اول يوم بلشنا فيه بعمليه التسويق واداره الفعاليات. مؤتمر بدنا نحط له اجنده، فبالتالي شو محاور النقاش، شو نقاط النقاش، شو المسج اللي بدنا نوصلها، شو السؤال بدنا نساله الضيف، وشو بنتوقع جواب الضيف، لازم مع بعض نحطه مع بعض. هذه من ناحيه محتوى. محتوى ثاني السكرين ايش بيطلع عليها. انت اليوم لما بالبافليون انا حكيت عن ست زونز، هاي الست زونز عباره عن انت بدك تلعب فيها او بدك تاثري فيها بعقل الزائر، صح؟ بدك تاثري فيها على الزائر اللي جاي على الجناح، فبالتالي المحتوى اللي بده يشوفه حواليه على السكرينز او المحتوى اللي بده يقراه على السوشيال ميديا عشان اقدر اجذبه انه يجي على الـ على الـ على الـ يجب على ان يكون على مدروس الجناح. لازم يكون مدروس، لازم يكون مخطط له، لازم يكون في من وراءه رساله هادفه، في من وراءه طريقه الايصال، لانه انت اللي بتوصل رساله لطفل عمره 18 سنه غير عن او شخص عمره 18 سنه غير عن طفل عمره 10 سنين وغير عن رجال او سيده عمرها 30 او 40 سنه. المحتوى، صناعه المحتوى هي عالم، هي بحد ذاتها موهبه، هي فن اذا بدك، بسموه فن صناعه المحتوى. ما نختلف على هذه النقطه ابدا سيدي، وبالعكس نشد على ايدك بان هذه نقطه مهمه جدا، ولا بد ان الواحد يعني يركز عليها قد نقدر نقول اكثر من ما هو اللي حاصل الان. اكيد. وهذا خلانا ننتقل او نصل الى سؤالنا القادم اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي الان الجديده، يعني صار لها دور كبير في التاثير على الناس واذواق الناس وايضا راي الناس في امور كثيره، فما مدى يعني خلنا نقول توظيفكم لهذه الوسائل، وكيف هي الطريقه بالنسبه لكم والنتيجه ايضا؟ برجع بقول صناعه المحتوى هي فن، صناعه المحتوى هي الاساس، فبالتالي اليوم الاعلان الجديد، وسائل الاعلان الجديد او حتى وسائل الاعلام الجديده سواء سوشيال ميديا او ديجيتال اليوم تعتمد اعتماد مطلق على المحتوى، ولكن مدى اهميه صناعه المحتوى ومدى فعليا منطقيه المحتوى اللي عم يصنع هو هذا الاساس، فبالتالي انت اليوم نحن اليوم عم نستخدم، زمان لما كنا بدنا نسوي نروج يعني لغايه 2013 2014 لما كنا بدنا نعمل حمله دعائيه كنا نستخدم التلفزيون، كنا نستخدم الاوت دور، كنا نستخدم الجرايد والمطبوعات اذا بتتذكر. نعم. الان
عامل او عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال صار مكون اساسي من اي ميديا بلان عم تطلع علشان تو بي اكسكيوتد. فبالتالي هاي الميديا بلانز فيها ديجيتال وفيها سوشيال ميديا، فبالتالي انا بهمني يكون مين اللي بيقدر يساعدني اوصل الرساله، سواء مواقع اجتماعي، مواقع مواقع ويب سايتس يعني او نعم. مواقع التواصل او الناس الموجودين جوا مواقع التواصل، هم بسموهم انفلونسرز اللي حكينا عنهم قبل شوي. نعم. هذول الانفلونسرز اليوم محتوى بالنسبه لهم هو الاساس، فبالتالي هو بصير عنده الجمهور. فاذا كان محتوى هادف يعني جمهوره هادف، اذا كان محتوى مش هادف يعني جمهوره مش هادف. فبالتالي فبالتالي اليوم وسائل الاعلان عم تعتمد الجديد عم نعتمدها بشكل كثير كبير للتاثير على ايصال الرسائل اللي بدنا اياها. فبالتالي نحن عم نستخدم اليوم واحنا عم نروج لتعالوا على الجناح الباكستاني او على حمله الدعايه والاعلان اللي عم نعمل للجناح الباكستاني، عم نستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي اكيد، وعم نستخدم فيها الديجيتال بالاضافه الى الفعاليات اللي عم بتصير بكل مكان سواء داخل الاكسبو او خارج الاكسبو. نعم، احداث عالميه ومؤتمرات مختلفه وكثيره على ارض دوله الامارات، كيف ممكن هذه الأحداث المختلفة أنها تساعد في دعم عجلة الاقتصاد، وخصوصا أنها تستقطب زوار وتستقطب متحدثين من شتى أنحاء العالم؟ دائما أنا بحب أحكي بهذا الموضوع، وإذا بتسمحي لي، صناعة الفعاليات هي من أول ما بلشت، من أول ما بلشت رؤية دولة الإمارات ببدايات 2000 باستقطاب الفعاليات وتحويلها من مجرد خدمة إلى صناعة، هي كانت عامل أساسي في رفض اقتصاد سواء دولة الإمارات أو أي دولة. وهلأ أنت إذا عم بتشوفي معظم الدول العربية انتبهت لهذا الحكي وصاروا يحاولوا يعملوا مؤتمرات ومعارض في بلدانهم لاستقطاب العدد من الناس. بأخذ مثال الإكسبو، إحنا بالإكسبو اليوم عم نستقطب أو عم نستهدف عدد من ملايين من الناس اللي يجوا من برا البلد. هدول الناس راح إذا بتطلع عليهم من ناحية اقتصادية راح يشغلوا الأوتيل، راح يشغلوا السيارة، راح يشغلوا الترافل ايجنسي، راح يشغلوا المطعم، راح يشغلوا كل شيء. فبالتالي أنت في عندك حركة اقتصادية أو عجلة اقتصادية عم تتحرك، عم بيجي من برا، عم بيجي من وراها أو عم بيجي عليها من برا البلد ناس تصرف داخل البلد، أو من داخل البلد ناس عم تصرف ضمن نطاق هاي الفعالية، زي مثلا القرية العالمية، زي مثلا مع مؤتمر القمة العالمية للحكومات أو أي من المؤتمرات. عدد من الناس اللي بيجوا برا البلد حركوا العجلة كاملة. فبالتالي أنت هذا الاقتصاد ولو إنها صح حركة اقتصادية مؤقتة مدتها شهر أسبوع أيام أو ست أشهر زي الإكسبو، ولكن فعليا لها تأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد، قديش رفضت الاقتصاد، قديش دخلت إذا بدك عملة صعبة، قديش دخلت مردود مالي على أصحاب الصناعات أو أصحاب الأوتيلات، أصحاب المطاعم، أصحاب السيارات وما إلى ذلك، عم بيعكس العجلة كاملة على كامل الاقتصاد. فهي الناس ممكن تشوفها أنه هي فعالية، ولكن هي مش مجرد فعالية، هي عبارة عن خطة اقتصادية مدروسة بتضعها الحكومة لاستقطاب الناس لتحريك العجلة الاقتصادية بهذيك الفترة على كافة القطاعات. وما تطلعي بس عليها من قطاعات الهوسبيتال، من قطاعات الضيافة. انت قطاع الضيافة هو محرك اساسي لباقي القطاعات، القطاع العقاري، القطاع البنكي، اوتوماتيكلي مع الضيافة تأتيك الخدمات كلها اوتوماتيكلي كاملة. يعني حتى تطلع عليها قطاع صحي بيشتغل، قطاع ريتيل بيشتغل، القطاع المالي بيشتغل، القطاعات جميعها مترابطة بالفعل. طيب انا حاسس عندك سؤال هيك بدك تسالني اياه ومش عارف تساله. لا لا عند موجود السؤال، سؤال بسيط جدا، السؤال يعني من الاشياء اللي تخلي الواحد يتفكر فيها فعلا. يعني يانا كورونا، الله يفكنا منه ان شاء الله، ان شاء الله امين يا رب، وعلمنا على اشياء كثيره، طلعنا باشياء ايجابيه كثيره. صحيح. جدا من كورونا. صحيح. فما في حد يسمعنا الان ما جرب شيء افتراضي، سواء كان مؤتمر افتراضي او حفل او يعني بكل انواعه، لازم حد منا عنده تجربه مع الفعاليات الافتراضيه اللي حاصله. سؤالي لك استاذ محمد، هل الفعاليات هذه اللي تصير بشكل افتراضي هذه بنفس المستوى بنفس المردود لما تكون لايف وفيزيكال وموجوده على ارض الواقع؟ بالكورونا، اول ما اجت الكورونا نحن بانتراج كل شغلنا زي ما انت بتعرف احنا بنشتغل على الفعاليات، بنشتغل على التسويق واداره الفعاليات. فبالتالي لما اجت انشالت الكهرباء على العالم وبطل في شغل، وصلنا لمرحله انه قاعدين على التلفزيون عم نحضر نتفليكس، فنتفليكس مش حيوديك محل ولا حيصرف عليك. صح. فبالتالي اللي فكرنا فيه انه لازم نلاقي بديل، نخلي هالعالم اللي كانوا متعودين يحضروا فعاليات وحملات تسويقيه يعيشوا نفس التجربه بطريقه اخرى. فبالتالي واحنا بتعرف دوله الامارات هي دوله الابداع، بالتالي طلعنا بفكرة أنه نعمل منصة افتراضية. هاي المنصة سميناها إيف. منصة إيف بتاخد بتحاكي الواقع الواقعي يعني الفيزيكال وبتحاكيه فيرتشوال. فبالتالي بنينا
منصة فيها 3D بتفوت أنت بتسوي الأفاتار تبعك بشكلك، تأخذ صورتك، تأخذ السيلفي تبعك، وبتبلش الأفاتار تبعك يفوت يمشي جوا 3D environment. هاي 3D environment لنفرض إنه نفس الإكسبو بينبنى 100% زي 3D نفسها الإليمنتس. حضرتك بتفوت as an avatar virtual ولكن بصورتك باسمك بشكلك، وبتبلش تحكي معنا، بتشوفني، بتبعت لي مثلا ريكوست، انا وياك بنفتح فيديو كول، بنحكي، بنبعث بزنس كارد، بنتحدث، بنطلب قهوه، بنقعد بنشرب، الطلبات بوصلوا لنا اياها، بدنا نسوي دعايه لحدا، اي حدا بوصلنا اياها، وبالتالي بنينا بيئه واقعيه ولكن افتراضيا باستخدام التكنولوجيا. باستخدام التكنولوجيا. هلا اللي صار انه هاي زي ما حضرتك تفضلت، كل حدا استخدم البيئه الافتراضيه سواء عن طريق الاتصال المرئي بس او عن طريق المنصات الافتراضيه اللي هي انبنت على 2D او على 3D. هلا اليوم الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا وبلشت الحياه ترجع لطبيعتها، وعم بنشوف فيزيكال ايفنتس، وعم بنشوف الحياه رجعت سواء باكسبو او خارج اكسبو. وين وجود المنصات الافتراضيه؟ طلع مصطلح جديد بالعالم من كم من شهر اسمه الفعاليات الهجينه. الفعاليات الهجينه هي نفس الفعاليه اللي بتحاكي الواقع مع الافتراض، فانا بالتالي ببني نفس فعاليه الاكسبو ببنيها افتراضي. اللي صح له انه يجي يشوفه فيزيكال حيشوف فيزيكال، اللي ما قدر يحضره فيزيكال راح يشوفه فيرتشوال، ولكن بنفس الانفايرمنت، بنفس المحاكاه، بنفس الواقع 100%. نعم. فبالتالي اليوم تكنولوجيا امارات، افتراضي امارات، فيزيكال امارات، ابداع امارات، كل شيء عم نشوفه اليوم. انت حضرتك بالمقدمه وحضرتك بالمقدمه قلتوا بلد اللامستحيل، فهي فعليا اثبتت انه دوله الامارات هي دوله اللامستحيل. وهذه النقطه المهمه اللي دائما نتكلم عنها، ان كيف تقتنص الفرص من قلب التحديات. دائما التحديات يا اما تكون فيها في الرياده تطلع منها وانت في الرياده، يا اما انك تتراجع. والحمد لله دوله الامارات العربيه المتحده يعني اثبتت انها قدرت تقتنص الفرص بشكل كبير وتكون رائده في مجالات عده، ومنها التقنيات. وهذا مش من يوم وليله، هذا من عمل مستمر. صح. على صح. مدار سنوات طبعا. هو الجائحة علمت، خلت اللي كان مستعد للمستقبل يقدر يحط تقنياته على أرض الواقع. صح. ويجعل المستقبل الآن 100% صح. حاضر. وهذا 100% شيء جميل، لأن نشوف كيف الفعاليات أصبحت حتى في إكسبو الآن فعلا. الحين اللي ما يقدر يينا إكسبو ممكن يحضر، يقدر يحضر افتراضيا. وهذه نقطة صحيح. مهمة جدا، وهذه كلها خبرات يعني خبرات تراكمية صارت. إحنا ما نقدر يعني أي إنسان واعي وعارف في هذا المجال بيعرف بأن هذه ما يت من فراغ ولا يت في يوم وليلة، هذه خبرات تراكمية. من خلال المشاركات أنا أتوقع دام أن دولة الإمارات قاعدة تشتغل على مبدأ يعني يا أما أنجح أو أنجح، فالمنتاليتي هنا يختلف. أنا قاعد أشتغل وأنا حاط في بالي هدف واحد اللي هو النجاح، أن أصل إلى الأفضل، وهذا اللي قاعدين نشوفه. اللهم لك الحمد رب العالمين قاعد يعني يوفقنا في كل هذه الأمور اللي دولة الإمارات قاعدة دائما سوي. لأنه الإدارة صح والإرادة صح والنية صح، فبالتالي اجتمعوا الثلاث عوامل وخلونا نوصل للوضع اللي إحنا فيه. والحمد لله رب العالمين، يعني جائحة كورونا أثرت على كل العالم. الإمارات من الدول اللي أثبتت للعالم إنه إحنا ضمن التحديات بنقدر نعيش، ومع التحديات بنقدر نبدع. وإذا بتشوف على مدار السنين، على مدار السنة ونص الماضيين، قد ايش شركات طلعت من الإمارات وانشرت من العالم، قد ايش شركات راحت IPO بأمريكا وبلندن بأسواق بالبورصات العالمية. أنا بعرف إني طولت وبحكي كثير، أنا آسف، ولكن مبسوط فيكم. شكرا عزيز وغالي، وإحنا كذلك لك. بالعكس الله يطول عمرك. أرض الفرص اللي نبغيه، أرض الفرص بالضبط. احنا على أرض أكيد الفرص أكيد. نشكرك أكيد. على الحضور السيد محمد تيم، كل الشكر لك ويعطيك الألف. شكرا على الاستضافة، شكرا لكم، الله يطول عمرك. مشكور، ما قصرت.